بتلعبوها، مين اكتر نادي بيعمل له تراجع الف حساب؟ الاهلي عنده تقاليد في الرابطه الابطال كما الترجي، اما بحكم الاعوام الاخرى كثره المباريات بين الاهلي والترجي هو اللي يعطي رونق خاص للبطوله هذه. اكيد قارين الف حساب النادي الاهلي، نعرفوا كل كبيره وصغيره، كما النادي الاهلي يعرف كل شيء على الترجي. مباراه باش تكون نتصور مصيريه للشباب. طيب ليه الترجي مش هو الترجي اللي احنا نعرفه، اللي هو يعني معلش كان يخوف، كان بيبقى مرعب، كنت بتعمل له حساب كبير جدا، بتعمل له حساب دلوقتي، لكن مش هو ده الترجي اللي احنا نعرفه. الترجي ديما يقعد يخوف طبعا طبعا، يعطيك الاسباب كثره الاصابات، كثره المباريات في وقت قصير، نسق البطوله رابطة الابطال وكاس في اخر الموسم، كثر الاصابات هذيك نتصور علاش الترجي تراجع شويه. اما ما دامك تلعب في نادي كبير كي الترجي ما لازمك تتاثر بالغيابات، اللي يلعب لازم يعطي اكثر من 100%، وان شاء الله الملاعبية اللي يكونوا حاضرين ان شاء الله يكونوا في المستوى. توقعاتك ايه النتيجه بكره؟ 1-0 الترجي ان شاء الله. طيب لو انت هتلعب مباراه الغد، مين اكتر لاعب في النادي الاهلي ممكن تعمل له حساب؟ نلعب مدافع، معناها هو الحق المهاجمين تاع الاهلي كل لازم تقرا لهم الف حساب. لا اديني اسم لعيب واحد، حتى المهاجمين اللي على الدكه معناها. طبعا اديني اسم واحد. لا لو انت بتلعب بكره لا خلي بالي منه وهركز معاه قوي. بيرسي تاو. طب وانت بتلعب بقى في جيلك كان مين اللي بتعمل له الف حساب يا كابتن خليل؟ تعديت على برشا، بركات، تريكه. اديني برضو اسم واحد كنت انت خليل شخصيا بتعمل له حساب. ابو تريكه. طيب